ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد من جيمز تو ايجيبت. النهارده هنتكلم مع بعض عن ماوس. الماوس ده يعتبر مش من الفئه الاقتصاديه، ولكن هو يعتبر من ضمن الماوسات اللي هي اعلى حاجه في الفئه الاقتصاديه، فهو مقرب شويه من الحاجات الهاي اند. الماوس اللي احنا هنتكلم عليه النهارده من شركه ريزر، ديث اذر فيرجن 2 ميني. هنفتح العلبه مع بعض ونشوف كل المكونات الداخليه فيه، ونشوف ايه هي السبيكس السريعه بتاعه الماوس، وهل فعلا يستحق ان انت تجيبه ولا لا. قبل ما اكمل فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك وتفعل زر التنبيهات علشان يوصل لك كل جديد. ويلا بينا نكمل فيديو النهارده. هنفتح العلبه مع بعض عشان نشوف المحتويات الداخليه فيها. اول حاجه ده كتيب التعليمات بتاع الماوس نفسه، بعد كده بتلاقي معاه الاستيكر الخاص بشركه ريزر، بعد كده بنيجي هنا للماوس، وهو ده شكل الماوس. طبعا هو شكله بسيط جدا، مفيش غير الزرار ده والزرارين اللي على الجنب، والزرار بتاعته كليكي جدا، صوتها عالي الى حد ما، ما عدا الزرار اللي في النص ده صوته يعني مش ظاهر قوي او صوته واطي شويه. باقي الزراير صوتها الحقيقه ناعم، ولكن هو ممكن يكون عالي شويه، بس هو صوتها مش عالي قوي زياده عند اللزوم، بالعكس هو صوتها يعني متوازن الى حد ما. وحركه السكرول بصراحه وانت بتلف يعني ملحوظه جدا ومحسوسه، وفي نفس الوقت ناعمه مش تقيله قوي معاك، ولكن انت حاسس اللفه بالظبط عامل ازاي. من ورا هنا مفيش غير السنسور وبعض الاماكن الجريب كده اللي هي بتخلي الماوس على التيبل بتبقى ثابته شويه. ونيجي بقى لاهم حاجه عجباني جدا في الماوس، وهو الكابل بتاع الماوس نفسه. كابل خفيف قوي، لانه فعلا الفلكسيبيليتي بتاعته عاليه جدا، وان هو خفيف جدا ما تحسش ان هو يضايقك جدا في اللعب، او تحس ان هو حتى لو اتلخبط كده وبقى زحمه كده لا عادي هتلعب عادي من غير اي مشكله. ومسكه الماوس الحقيقه هي طبعا ماسكه اللي هي الفينجر اللي هو تمسكه كده، ماسكه هي اللي بتشيل الماوس نفسه مش كف ايدك، فهي مسكته الحقيقه مش صعبه، وفي نفس الوقت الزراير الوصول ليها سهل جدا، وحركته كمان خفيفه جدا، لانك مش هتحس ان السلك ده عامل لك عائق زي ما انا قلت لكم. وهو ده شكل الماوس بكل اختصار. زي ما انتم شايفين، انت اول ما هتوصل الماوس اصلا عندك في الجهاز هيبدا يظهر لك السوفت وير الخاص بالبرنامج اوتوماتيك، من غير ما انت تعمل اي داونلود من اي موقع، وهتنزل السوفت وير بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي. او لو منزلش معاك بالشكل ده، تقدر تخش على الموقع الرسمي وتنزل برنامج ساينابس الخاص بمنتجات ريزر، وهي دي الواجهه بتاعت السوفت وير نفسه. طبعا هنا هتلاقي كل المنتجات بتاعت ريزر ظاهره قدامك هنا، زي الماوس الميني اللي معانا دلوقتي. هتخش عليه، بعد كده هيفتح معاك بالشكل ده، واول حاجه هتشوفها هي الزراير اللي موجوده في الماوس. طبعا هي الزراير بتاعته بسيطه ومش كتير، ودي بصراحه من ضمن الحاجات اللي عجباني فيه علشان ما تتوهش فيه كتير، لان كتير قوي من الماوسات ممكن تبقى فيها زراير كتير ولكن انت ما بتستخدمهمش كلهم، فهو حاطط لك بعض الزراير اللي انت ممكن تخصصهم ويفيدوك فعلا. لو حبيت ان انت تغير في اي زراير مثلا، فعندك مثلا زرار رقم 5 ده تدوس عليه، فتقدر تغير من القايمه دي اذا كنت انت عايز الماوس مثلا يدبل كليك، او مثلا تخليه سكرول زي ما انت عايز. كمان من الاختيار بتاع الكيبورد فانكشن ده، ممكن تخليه زرار معين في الكيبورد، بحيث لما تدوس على الزرار رقم 5 ده يكون هو الزرار اللي هو في الكيبورد اللي انت عايز تعمله. فمن هنا مثلا لو انت مثلا بتلعب لعبه او عايز تعمل ريلود للسلاح، فانت بتعمل ريلود بحرف الار مثلا، فانت كده الزرار ده كده بقى حرف الار، بحيث لو انت بتلعب وعايز تعمل ريلود بسرعه، بدل ما تدوس على حرف الار من الكيبورد، ممكن تدوس على الزرار اللي هو في الماوس هنا رقم 5، بعد كده يعمل معاك ريلود بدون اي مشكله. تقدر كمان تخصصه للدي بي اي، بحيث لو انت مثلا، انا دلوقتي الدي بي اي اللي عامله بالماوس مثلا 1000، عايز اول ما تدوس على الزرار ده الدي بي اي يقل معاك، فانت بتختار الدي بي اي اللي انت عايزه، ولنفترض انا هخليه 600 وادوس سيف، وانا بتحرك كده مجرد ما هدوس على الزرار هتلاقوا ان الماوس بدا يبقى بطيء معايا. لو شلت ايدي من الزرار الماوس هيرجع طبيعي جدا ما فيهوش اي مشكله. ممكن كمان تخصصه للمالتي ميديا، بحيث ان هو يقلل الصوت او يوطيه او يعمل ميوت مثلا. تقدر تخليه شورت كات للويندوز عندك زي ما انت عايز، فهو فيه تخصيصات كتير لكل زرار، ودي حاجه حلوه جدا عجبتني جدا في السوفت وير الخاص بمنتجات ريزر عامه. ودي اول قائمه معانا. ونيجي بقى للقائمه الثانيه دي، هتقدر ان انت تحدد الدي بي اي. فانت ليك 5 مستويات، والدي بي اي بتاع الماوس بيوصل لحد 8500، فتقدر تحدد كل مستوى انت عايزه بالشكل ده مثلا، وممكن تخصص زرار من الزراير دي عشان يغير الدي بي اي اللي انت مخصصه عندك في الحساسيه بتاعت الماوس. وزي ما انتم عارفين طبعا، من اهم الحاجات اللي هي البولينج ريت، ودي اللي هي سرعه نقل الحركه من الماوس للجهاز نفسه. طبعا هو يفضل ان هو يكون 1000، ولكن انت بتختار على حسب الانسب ليك او
لما تحس ان الماوس شغال معاك بشكل كويس ومرتاح عليه كده فبتختار الهيرتز المناسبه ليك. نيجي بقى على القائمه الثالثه وهي اللايتنج اللي هو الخاص بالار جي بي بتاع الماوس نفسه. طبعا مفيش ار جي بي في الماوس غير في الحته اللي فيها اللوجو بتاع ريزر في اول الماوس من قدام. تقدر تتحكم في البرايتنس بتاعتها، ممكن تقفلها خالص، ممكن تفتحها وتخليها اعلى حاجه، تقدر تغير يعني كذا مود سريع بالالوان بتاعته من غير اي مشاكل خالص. ولو عايز تخلي الار جي بي بشكل بروفيشنال وتعمله على زي ما انت عايز بالظبط بتخش على الادفانسد بعد كده كروما ستوديو، هيظهر لك شكل الماوس بالشكل ده، ومن هنا بقى تقدر تغير كل الحاجات اللي انت عايزها بكذا شكل انت محتاجه وتغير اللون زي ما انت عايز والسرعه بتاعته كمان. بعد كده اخر قائمه اللي هي الكاليبريشن، دي بقى كل الوظيفه بتاعتها بتتلخص لو انت عندك باده من ريزر بعد كده بيعمل تخصيص عليها بحيث انها تبقى متوافقه مع الماوس نفسه. وبكده هي دي الواجهه بتاعت ساينابس اللي هو الخاص بمنتجات ريزر وازاي تقدر تخصص كل الفانكشن اللي موجوده في الماوس. ورجعنا مع بعض تاني بعد ما فتحنا العلبه وشفنا ايه اللي فيها وشفنا الامكانيات بتاعه الماوس والبرنامج الخاص بيه. انا من وجهه نظري الماوس ده الحقيقه من الماوسات اللي هي بتريح جدا في الاستخدام، ولكن من ضمن الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها ان هو حجمه مش كبير، ففي البدايه طبعا لازم تشوف ماسكه الماوس المناسبه ليك هتبقى عامله ازاي. فماسكه الماوس دي من نوعيه الماوسات اللي انت ممكن تمسكها باطراف صوابعك، ولو حجم ايدك كبير شويه لو انت مش متعود على الحجم ده ممكن يضايقك شويه، ولكن انا واحد من الناس بتعامل معاها عادي مع ان ايدي كبيره مفيش اي مشكله. فالحقيقة ماسكته مريحة جدا. نوعية الماوسات دي من ريزر اتصنعت في 2006 ونزل منها تصميمات كتير لحد ما وصلنا للتصميم اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. هو يعتبر طبعا في منه فيرجن تاني اكبر منه شوية، ولكن ده الميني يعتبر مفيش اختلاف بينهم كبير غير تقريبا في الماسكة بتاعته، لكن الخصائص هي هي واحدة. تاني حاجة عجبتني جدا وهم حاطين ميموري في البورد بتاعت الماوس نفسها، ودي عشان من خلالها تغير البروفايل على حسب الحاجة اللي انت بتستخدمها سواء بتلعب او بتستخدم الجهاز بشكل عام. زائد ان كمان السوفت وير فيه خصائص كتير جدا ممكن تعدل فيها. تالت حاجة عجبتني فيه وهي الكليكات بتاعته، موضوع ان هو عامل لك الاوبتيكال سويتش دي تحس ان فعلا الماوس بتاعك ميكانيكال، زائد ان كمان استجابه الزرار بتاعته سريعه جدا وهتحسها جدا وانت بتستخدم الماوس. رابع ميزه وهي من ضمن نقاط القوه اللي موجوده في الماوس موضوع السلك بتاعه، ومسمينه في الماوس اللي هو السبيد فليكس. ده حقيقي وانت بتستخدم الماوس هتحس ان انت ماسك ماوس وايرلس، لان السلك فعلا خفيف جدا وزنه ومش هتحس ان هو اصلا فيه سلك، فهتحس ان الحركه بتاعته فعلا سلسه جدا ومش مضايقاك في اي حاجه. طب ايه العيوب اللي انا شفتها في الماوس لحد دلوقتي؟ اول عيب ان هو وزنه برضه مش كبير فتحس ان هو خفيف جدا. انا ما بيفرقش معايا موضوع الوزن قوي قد ما يهمني سهوله الاستخدام، فبالنسبه لي موضوع الوزن ده دي حاجه انت تحددها. تاني حاجه الحجم بتاعه برده ممكن يكون بالنسبه لك عيب لو انت متعود على الحجم الكبير بتاع الماوسات، ده بالنسبه لك ممكن يكون صغير شويه، فانت برده دي حاجه تحددها ودي ممكن ناس كتير قوي تختلف فيها. هم دولت العيبين الحقيقه اللي انا شفتهم لحد دلوقتي. فانا لو هنصحك تشتريه او ما تشتريهوش لازم تحدد الاول ايه الانسب ليك. هل انت عايز حاجه حجمها صغير ووزنها خفيف، ولا انت بالنسبه لك الموضوع مش فارق معاك ويهمك الاداء بس؟ لو انت بالنسبه لك موضوع ان الوزن بتاعه خفيف شويه وان الحجم بتاعه مش كبير انصحك طبعا ان انت تشتريه لانه هيبقى مناسب ليك جدا. ولو انت شايف ان الماوس مش مناسب ليك علشان خاطر ان هو مش وايرلس، عايز اقول لك ان الماوس ده حتى لو جبته هو بسلك هتحس ان الماوس وايرلس، بسبب ان انا زي ما قلت لكم ان الوزن بتاع السلك خفيف جدا فمش هتحس بيه. اداء السنسور حلو جدا وكمان الكليكات بتاعته الاوبتيكال حلوه جدا وهتعجبك. وبكده انا قلت رايي بكل اختصار. لو حابب تشتري الماوس هتلاقي رابط الشراء في الوصف تحت. وبكده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان نوصل لاكبر عدد من الناس، وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.